بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة هنعمل طبق حلويات بارد بكوبايتين حليب ومانجايه. بنجيب كوبايتين حليب وبنحطهم في كسرولة أو حلة، وبنحط عليهم معلقتين كبار نشا ومعلقتين سكر. السكر طبعا بيبقى حسب الرغبة، يعني ممكن نزود شوية سكر أو نقلل. بعد كده بندوب السكر والنشا في اللبن وهو بارد. بعد ما ندوب السكر والنشا كويس جدا بنرفعه على النار وبنهد عليه النار لغاية لما القوام بتاعه يتقل شوية. بعد كده بنحط نص معلقة فانيليا. كده خلاص تقل وقوامه بقى مظبوط. بنغرفه في طبق التقديم. وبنسيبه لما يبرد شوية، وبعد كده بنروح نعمل الطبقات التانية. بنجيب منجاية متقطعة كده وبنحطها في الدورق بتاع الخلاط. نحط عليها كوبايتين مية ونضربها في الخلاط كويس. بعد كده بنحط عليها معلقتين سكر برضو بندوبهم فيها. بنحط المانجا في كسرولة ونحطها على النار، وبنحط عليها معلقتين كبار نشا، وبندوب النشا في عصير المانجا ده لغاية لما يدوب. وبعد كده بنولع عليها النار، نقلبها على طول باستمرار لغاية لما قوامها يتقل. زي اي مهلبية، زي اي حاجة بنعملها القوام بيتقل، بنحط عليها نص معلقة فانيليا. بنقلب على طول لغاية لما القوام بتاعها يبقى تقيل. بعد كده بنشيلها من على النار خالص ونسيبها تبرد شوية. بنجيب معانا موز وبنقطعه حلقات كده. وبنحط شرايح الموز دي فوق المهلبية الطبقة الأولانية دي، وبنرصصه بالطريقة دي. بنخلص الأطباق كلها. بعد كده بنجيب المانجا اللي احنا عملناها وبنحطها فوق الموز بالطريقة دي، وبندخلها بنسيبها لما تبرد شوية برة. بعد كده بندخلها التلاجة لغاية لما تبقى متماسكة. بنحط عليها أي نوع مكسرات أو أي حاجة احنا عاوزين نزين بيها، جوز الهند وزبيب أو مكسرات. ده شكلها كده بعد ما خلصت. أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.